إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم جديد في بث مباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم متابعينا في إطار هذه الجولة الليلية اللي غادي نقوموا بها معكم، وهي أجواء استثنائية يعني. فاليوم اللي كيتميز هذه الليلة هذه وبالخصوص بهذه الساعات يعني بواحد الضبابة اللي كبيرة وكبيرة بزاف، سيرتو في المناطق ديال حي الفرح. حنا فاحنا كنتواجدوا في شارع بوشعيب الدكالي بالضبط، يعني غادي نجول على منطقة حي الفرح وكذلك درب كبير، درب سلطان، طريق مديونة. فهادو كاملين هاد الساعة هادي اللي كتمتاز بواحد الضباب اللي هو كتير. نتمنوا من الله العلي العظيم على ان الناس كاملين اللي كياخذوا الطريق دابا في هاد اللحظات، ولو ان كاين الحظر يعني، فكاين الناس اللي خدامين يعني اطار امنيه، كذلك اطار صحيه، اطار طبيه اللي كتنقل يعني بين المستشفيات، كذلك الناس ديال الرجال ديال النظافه. فهادو كاملين كذلك، فحنا الصحافه، فكذلك كاين الاخوان يعني اللي كيتبلاصاو. ف نتمنوا من الله العلي العظيم على ان الكل يعني ياخذ باله، والكل يخلي يعني يكون رد البال على حقاش ضبابة كبيرة وبزاف يعني كيف كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبة للأخ ياسين كيقول واش بصح تسونامي ساكنة في انتيا؟ اخويا ما كاين لا تسونامي لا والو، اخويا ياسين كاين والو. هنا اخويا ياسين ان شاء الله واحد منا لواحد ساعه فغادي نكونوا في انتيا، نديروا جوله تما ونشوفوا الاجواء كيفاش دايره. خليك معنا ان شاء الله، منا لواحد ساعه غادي نكونوا تما ان شاء الله. فالان حنا كيف قلنا متابعينا الكرام في حي الفرح اللي شادين طريقنا لاتجاه درب كبير، اللي غادي تشوفوا فيهم هاد الاجواء يعني الضبابيه تقريبا منتصف الليل. فالله يرحمنا والله يرفع لنا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. اكيد متابعينا الكرام يعني الكل شاف يعني لي فيديو اللي كانوا ديال التسونامي اللي الصغيره اللي ضربات يعني البارح، يعني شفنا الهلع والخوف ديال الناس ديال الساكنه، يعني ديك الرياكسيون ديالهم كتخليك تبين تبان لك الصوره الحقيقيه يعني اللي عاشوها. يعني الله يحسن لهم العوان، ونتمنى الله العلي العظيم على انه يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ يعني حفظنا من شي مكروه. ف صراحه فما بقيناش قادرين على اننا نزيدو، مازال الله يحفظ شي نكسه اخرى ولا شي حاجه واحده اخرى. الله يحفظنا والله يرفع علينا ان شاء الله هذا البلاء وهذا الوباء ان شاء الله، خصوصا واننا يعني كنشوفوا التطور الكبير ديال الحاله الوبائيه في بلادنا. فولينا كنسمعوا ارقام اللي هي قياسيه، ارقام كبيره، ارقام اللي كتخوف يعني. ونزيد الله يحفظ مازال يعني كوارث اخرى، الله يحفظنا يعني. يعني كيف قلنا يعني الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا رب العالمين، الله يحفظنا. دائما معكم متابعينا الكرام. الان احنا بالضبط كنتواجدوا في درب كبير، يعني بالقرب من محطة ولاد زيان. اخ هشام كيقول حنا عندنا الضبابة والتبروري في اي مدينة؟ اخويا هشام شرفنا بالمدينة ديالك.
اخ جمال كيقول في كاينه الضبابه اخويا اخويا جمال. فاحنا يا باش نقول لك الضبابه يعني حنا دابا في درب كبير، ولكن الضبابه كاينه قريبا في حي الفرح، درب السلطان، درب كبير، الطريق مديونه يعني كامله، يعني كاين اخويا الضبابه شويه. فنتمنوا من الله العلي العظيم على ان الناس اللي كياخذوا الطريق في هذه الوقيته هذه يعني يردوا بالهم ويخليوا بالهم من الطريق، فمش عارفش يعني شنو كاين. كنتواجدو يعني بالضبط في محطة شولات زيان، المحطة اللي ما معودش على لأن يكون فيها هاد الهدوء هذا، وهاد يعني تكون بحال ما هكا خاوية وفي هاد الأجواء يعني صراحة، عشان كيكون فيها واحد الرواج كبير يعني المحطة، وكيكونوا فيها ناس يعني من مختلف المدن يعني صراحة. إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء هذا اللي دار لنا واحد الأزمة ودار خلق لنا واحد الأجواء اللي يعني حتى واحد ما بغى. هي صراحة عشنا أجواء جميلة في الحجر الصحي، عشنا بزاف ديال الحوايج، اكتسبنا تجارب يعني اللي عمرو دخل الكوزينة دخل، يعني اللي عمرو دار شي حاجة يعني كلشي لعب مع أولاده لعب مع والديه، يعني كلشي نشط مع دارهم ديك الساعة. كاين اللي الحجر الصحي يعني كانت ليه مناسبة على أنه يعني وحل يعني في شي مدينة بوحدو ودوز الكونفينمون بوحدو يعني الراسو يعني فعاش تجارب وعاش بزاف ديال الحوايج. المهم كل واحد وكيفاش دوز يعني قسو مع الحجر الصحي، ولكن المهم هذا الشيء كامل فما يخليناش على أننا نقولوا يعني أو دوزنا كذلك أوقات عصيبة في هذا الأزمة ديال كورونا اللي كنتمنوا من الله العلي العظيم على أنه يرفعها علينا، وكذلك يعني يحفظ لنا بلادنا من أي سوء إن شاء الله يا رب العالمين، ونرجعوا للسابق العهد ديالنا، نخرجوا الوقت اللي بغينا وندخلوا الوقت اللي بغينا بدون قيود. وإن شاء الله كذلك فنبغيو على أننا نطلبوا الدعاء يعني نتسقاو يعني خصوصا، وأننا يعني دي الأمس الحاجة للتساقط يعني. اللهم يا ربي يعني سقينا. فالدعاء اللي خاص يعني كاملين نكونوا حافظينه وكاملين نقولوه وكاملين ردوه يعني اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت ان شاء الله يا رب العالمين. سقينا كيف قلنا سير شو اننا كشعب يعني فعندنا فعل بالشتاء وبالتساقطات يعني كنتفائلوا يعني العام اللي كيكون كي نقولوا بحال ما هكا بالدارجه، يعني العام اللي كيكون فيه الشتاء كيكون فيه الخير، كيكون بزاف ديال الحوايج، كيكون كذلك يعني حتى من المصروف. فاهم حاجه بالنسبه لنا حنا هي السومه باش كنعيشوا يعني، حتى في المعاشات اليوميه ديالنا الخضره يعني الديسير كلشي يعني كيكون الحمد لله رخيص. ف حتى العيد الكبير يعني بحكم اننا تاعنا يعني عندنا العيد الكبير كيدوز واحد الطقوس خاصه، فتا هو كذلك كيكونوا الحوالي رخاص، كيكون بزاف ديال الحوايج فين كيكون يعني الجفاف بحال ما هكا، فالسدود كتلقاها خاويه ان شاء الله. فما علينا غير كاملين نطلب الله العلي العظيم على انه يرفع علينا هذا الوباء هذا ويسقينا ان شاء الله. لا لا غزالي كتقول خويا جي الرحمه خشي ان شاء الله الجوله ضروري نديرو شي جوله في الرحمه ان شاء الله هذه الليله هذه. فاحنا من خلال كل لايف فكنحاولوا على اننا نشوفوا منطقه، فقول لك النفس باتا دابا دوزنا حي الفرح
درب كبير يعني ان شاء الله غادي ندخلوا دابا لدرب السلطان وكذلك من وراء اللايف فغادي نبغوا نشوفوا عين دياب نشوفوا الاجواء ديال عين دياب خصوصا في ديال هاد الضباب يعني اللي كثيره ضروري غادي نبغوا نشوفوا تما الاجواء كي دايره ان شاء الله اختي ومن تما نجيو الرحمه نلبيو لك الطلب ديالك. مرحبا اختي. اخ سليم عبدو كيقول خاصنا نتوبوا ونستغفر الله عز وجل. اكيد خويا سليم اكيد خويا فالتوبه الحمد لله اللي يعني مفتوح علينا في اي وقت يعني هذا من الكرم ديال الله ديالنا يعني فالحمد لله على هذا الكرم كله فكنخطئوا يعني والساعه اللي تحس بالدرب وتبغي تشوف فالباب كيكون محلول يعني فالحمد لله يعني خويا ان شاء الله خويا نستغفر الله كاملين يعني كل شيء كيدير ذنوب ديالو فهمتي يعني واخا راه غير كل شيء ساترنا الله يعني كل شيء ساتر الله يعني اما كل شيء اخويا كيتناول كل شيء ان شاء الله اخويا كل شيء نستغفر الله ويعرف على اننا يعني غادي في واحد الطريق اللي يعني خطيرة خصوصا في ظل هذه الأزمة وبزاف ديال الحوايج قلة التساقطات يعني الله يرفع علينا هذا الوباء هذا فكتشوف بزاف اخويا ديال الحوايج اللي تبدلوا نتمنوا من الله العلي العظيم اخويا على انه يسقينا ويرفع علينا هذا الوباء وان شاء الله ويحفظنا من جميع المصائب يا رب العالمين. شكرا لك خويا سليم. قراو كذلك كومونتير اخر. ليلى كتقول هذيك كشكوشات من تسونامي. لا اختي ليلى كشكوشه هي اللي كتبقى حدا البحر تسونامي راه كيخرج الماء للشوارع وهادي صافي راه خصوصا حنا موالفينش اختي بديك الاجواء يعني الله يحفظنا حنا كاع من تما ديك كشكوشه الا كانت غادي تضرنا فالله يحفظ اختي ليلى كنتي ساكنه حدا البحر وراك دابا خايفه دابا ما تقوليش بحال هكا. اخ الخياط خالد كيقول خويا الصوت البحر كيتسمع خويا ان شاء الله من الواحد نستعين ان شاء الله فغادي نكونوا وحده البحر من وراء اللايف هذا ان شاء الله خويا غادي نحاولوا اننا نشوفوا الاجواء اللي كاينه في عين دياب كيفاش دايره خويا. فالان احنا يعني مباشرة من درب السلطان كذلك هو اللي كيمتاز هاد الليلة هادي بضباب كثيف اذا المتابعين الكرام فما سخيناش بكم وان شاء الله نظرا للطلبات ديالكم فغادي نحاولوا على اننا ان شاء الله نديروا لايف في عين دياب من واحد الساعه ان شاء الله او معنا. اذا متابعينا الكرام نتلاقاكم في فيديو مباشر اخر الى اللقاء.